اهلا وسهلا احبائي، اليوم الطقس جميل جدا والشمس مشرقة. طبعا اليوم رحلتنا الى بلاسنتيا مرة اخرى مع الشيف مجد. الشيف مجد واحد من افضل الشيفات العرب الموجودين في داخل كندا. اليوم بدنا يجرب طبخ المشاوي. اليوم بدهم يعملوا مشاوي وفي تحدي ما بينه وبين الكندي، ايهما افضل، المشاوي العربية في ايادي الشيف عربي أم في أيادي الشيف أو طباخ في كندا؟ على ما أعتقد الإجابة راح تكون من نظرتي إنه العرب أفضل في الأكل، بما إنه أنا عشت في كندا وسافرت فيها وأغلب المناطق لا يوجد عندهم الكثير من الطبخات أو الأكلات أو الأوبشنز الموجودة، فعلى ما أتوقع الأكل العربي. خلينا إحنا نشوف نجرب الأكل وبعدها نحكم على هذا الشيء. خليكم معنا، رح يكون اليوم يوم جميل وحافل في هذه الأمور. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتشوفونا. أهلا أحبائي، والآن مع الشيف ماجد. أهلا أخي سند، مرحبا بك مرة أخرى وأنا سعيد بلقائك، وهذه المرة سوف نكون أكثر، يعني نتحدث أكثر عن الطبخ. سنجهز حالنا بعد قليل لحفلة شواء في أحد باحات الخلفية في منزل صديقي، وستكون حفلة رائعة مع الكثير من التحديات الجميلة، يعني ورح تنبسطوا كثير، ورح نفسر أكثر للمتابعين يعني طريقة الشواء والوقت وإلى آخره، يعني كل الأشياء سوف نفسرها مع بعض. لكن قبل ذلك لنقوم بجولة قصيرة في بلاسنتيا ونأخذ قهوة مع بعضنا. جميلة جدا هذه المنطقة سيد ماجد. هما يعني هي مقابر بين قوسين، ولكن جميل المكان، هو جميل هذا الأعصاب. يعني هناك أماكن سرية هنا يعني لا يعرفها سوى السكان المحليين لبلاسنتيا، يعني دخول الأماكن العالية ومشاهدة المناطق من فوق جميلة جدا. سوف نأخذ بعض الفيديوهات والصور لوريهم يعني الأماكن من فوق، يعني من فوق الجبال، ستكون مناظر جميلة وخلابة، خاصة أن الطقس اليوم يساعدنا كثيرا. يعني أنت لما أتيت اليوم طقس جدا جميل. يعني مرحبا بك يا أخويا في تونس. تونس فعلا نحن في بلاسنتيا، ولكن هذا شارع تونس، اكيد يعني تونس في العالم اشبه، يعني هذا المكان يبعد 5300 كيلو متر عن الوطن. ولا هذا صديقي بان مارك، هيز فروم فيلبين، هيز ا جود مان، ليتس باي اور اي داكن هاو ار يو جود مان ليتس بي ها ستوب بليز. يا مشهور في كندا، يا اتس ذا بيست فور ذا اسبريسو، هي من احسن الاسبريسو، يعني من اطيب الاسبريسو نشوف. يعني اسبريسو جيدة، بين الكوكيز يعني انت راح تذوقها وانت راح تعطيني رايك. يعني الكوكيز هذه صباح، يعني نحن انت اللي راح تذوقها وانا راح اصورك وتعطيني رايك فيها. يعني اوكي هذه حبايبي شايفين الكوكيز والشوكولاتة زي ما شايفين الان، نحن ومجد عاملينها. طعمها لذيذ فعلا، طعمها رائع، انظروا إليها. هذا طعم الكوكي الرائع. هي محشية باللوز يعني والشوكولاتة، يعني فعلا رائعة مع القهوة. اعتمدنا المكان إخواني. احنا راح نبلش تحضير. اولا يعني اول شيء حنكون نعمله هو الكباب. نبدأ بالكباب الأول، حضروا له تحضير بتاعه، هو يكون البصل الأحمر، اللحم المفروم مع الفلفل الحلو اللي هو البوفرون الأحمر يكون هذا، ونمزجهم مع الفلفل الأكحل والملح يعني، ونمزج وراح يكون يعني البصل مفروم جيدا، يعني أكثر من هيك راح نفرمه أكثر من هيك في النتيجة النهائية. حوريكم يعني البصل مثل ما يكون، هنفرمه يعني كأنه لحمة مفرومة يعني. يعني بدنا ننتقل على مسحات الفلفل، ايضا نفرمه زي ما بنفرم يعني البصل ايضا بنزيد اكثر، يعني مش نفرمه اكثر من هيك باش يكون اجود من هيك، فهمت؟ وبعد باش نتعداو للخليط مع بعضه باش يكون بين الفلفل والبصل الاحمر واللحمه المفرومه، ونعمل منهم اللي تقولوا انتم السيخ عندكم يعني بلغتكم، احنا نقولوا السافور. بعد ما حضرنا معناها البصل بتاعنا والفلفل وقطعناه، باش نتعداو المرحله باش خلطوهم، نحطوا شويه زيت فهمت؟ وعندنا الخلطة بتاعنا جست بالنسبة للحمر فلو جست ملح شوية وفلفل أسود، يعني اللي هي بدها تكون يعني ملعقة صغيرة يعني
بتاع التاي او القهوه يعني ملعقه صغيره، هذا بيكون مقدار ملعقه صغيره يعني، بنخلطها بعدين. وارجو انه يعطي اي احد في الكومنت ويقول انه تستعملي لك بدون يعني القفازات، لانه في المطبخ لا تستحق قفازات، هي القفازات فقط للحمايه انه اوساخ، ولكن بالنسبه يعني البيك شيف ان ذا وورلد حتى اللي يستخدم يعني البيتزا او اي شيء لن تشاهد احدا يستعمل قفازات، فقط كن نظيفا يا اخي، فقط اغسل يديك كل مره، اذا استعملت شيء اغسلهم ثم عد ومارس عملك. تفضل. اين تعلمت الطهي؟ يعني في المدرسه السياحيه في تونس يا اخي، هي مدرسه مخصصه لتعلم الطهي، فنون الطهي، السياحه، الاداره، مانجمنت، تتعلم فيها كل شيء. نحن سنضيف بعض البقدونس فقط لللون فقط، هو في ناس لا تفضل وضع البقدونس، بس اللون بيكون شكله جميل يعني بالنسبه للكباب. هل تنصح الشباب في دراسه الطهي او هو يا سند؟ هو يعني اذا عندك الغرام يعني الفاشن، اذا عندك شيء حب للطبخ اكيد انصحك، لانه هنا المستقبل هو الطبخ في كل اماكن العالم. الطبخ هو الشيء الذي الان فيه المستقبل يعني، الناس الكل حتى في كندا يعني انتداب قاعد يصير، انتداب الطباخين يعني بشكل رهيب، لانه التحضيرات لكاس العالم القادمه ستكون في كندا وامريكا والمكسيك، سيكون هناك الكثير طلب على الطباخين. وبالنسبه للطباخين هم صنف بي لما ياتون هنا ويكون حتى سعر الساعه جيده في العمل هنا، وايضا بامكانهم التمتع بالترشيح الاقليمي للحصول على الاقامه الدائمه. هذا هو الحديث عن الطباخين يعني. حضروا السلايطة متاعنا، عندنا سلطة تونسية وسلطة مشوية، وبعتلي عندنا فقرة الحمل المشوي تو، الكباب وخليوه على جنب وتعديوا السلطة. باش نحضروا سلطتنا عندنا الفاقوس، قص جوية برشا فاقوس اللي هو الخيارة تحسنت يعني باللغة التونسية، ودي الجمرة قصوا جوية بديه لمن الخياش تاعو. طيب عنا الطماطم والبصل، هو تتعدي السلطة المشوية توا، عنا الباربيكيو برا باش نطيبو برا، ونبداو مع بعضنا. يلا تبعني خويا سند. اوه ماي جاد، شريت عطرنا السلطة المشوية يعني، طبعا تنزل كذا الفش بطل. وزدت عندنا السلطة المشوية يعني تحضر هنا، راح السيخ تسمع السلطة شوفوا. السلطة المشوية يعني حضرت السلطة المشوية بتاعنا، الطريقة التقليدية نسميوها في المهرس في تونس، معناش مهرس كبير، هو بون نجمو نقصوها بالسكينة لكن بالمهرس. السلطة المشوية بتاعنا حاضر، شوية زيت زيتونة، ومن بعد باش نحطو الملح بتاعنا والكروية، فهمت؟ هذي سلطة تونسية معناها، سلطة مشوية تونسية، وتنجم سند بعد تالي باش نحطو الفحات نتاعنا البهارات يعني، نشوفها تميمة الحارة سقطت وإن شاء الله ما نسقطوش كيفها معناها. عندنا باش نحضرو للشواء اليوم قطعتين من أحسن قطاع في البقر يعني في العجل، باش نشويوهم اللي هما لونتروكوت لهنا، وعندنا الرومستيك لهنا. وهو فما خيارين عباد تفضل، فما اللي اكثر مدهنه يعني هنا بالشحم يعني القطعه اللي هي ما فيهاش برشا حركه عند العجل يعني ما تحركش برشا، وعندنا هنا الرومستيك اللي هي اقل دهون وهي تكون طريه شويه للعباد، فهمت؟ بالنسبه لطريقه الشواء ويعني والتوقيت يعني، فما طرق يعني بالنسبه للمبتدئين يعني نجموا يطبقوها اللي هي عن طريق اليد يعني استوس، باش تطبق مثلا يعني هنا اللي هي بلو يعني، هذا يتسمى بلو لما ترسمه في المسهل يعني رير، and then medium rare and then medium and then well done that's well يعني بأصبعك وبأيديك يعني تجرب يعني، إن لما تمس هيك وتشوف نفس الشيء في اللحمة يعني بيكون لسه رير، ولما تلمس هيك وتشوف هذا الملمس يعني medium rare، لما تلمس هيك يعني بتشوفه that's medium and لما تلمس هيك يعني it's over well. هذا هو في اللحمة يعني. وعندنا أيضا بستعمل التوقيت لما تكون بروفيشنال يعني، لكل جهة راني نفسر لكم بعدين في التوقيت. أوكي okay؟
يعني خسرنا مش نعمله مشوي على البويل مقلق ومش نعمله مشوي على صحتنا لهنا نيور سيرفلون باش نحضروا بعد صوص بوفر نجرب الميديوم رير خلينا نجرب نو ذاتس اوفر ويل اتس نوت ميديوم رير ها يا اوفر ويل اوكي يا عم ان اوفر ويل بيكوز احنا العرب بيشوفوا الفيديو بيحبوا اوفر ويل ام اوفر ويل اس جود برو اون ذا باربيكيو اتس فيري جود ها ذا بيست برو فيري مينا اوتر سبايس اتس جود هذه الانتروكوت اللي على المشوى الاخرى طابت على على التويل كما قلنا نحن راهو جوست طيبنا اوفرويل خاطر الاكثريه يعني بتاع العرب يعني ما بنفضل اللحمه اللي هي يعني بيقولوا نيه لكن هي مش نيه يعني ضيف على ستيك تكون طيبه حط يعني كل شيء في الصحن مع بعض الان نقدم الاصحن جاهزه بتكون مع السلطه وايفريثينغ افضل شيف موجود في كندا ماجد بديش حقلنا الان شو عملنا اليوم يعني مثل ما كنا نشوفوا مع بعضنا الستيك وذوما حاضرين شو حاطين عليهم الصوص فوقهم معنا بطاطا هذية طيبها مات هو انتر برانتيز صديقي اللي مشوية عنا الكباب المشوي سلطة مشوية تونسية سلطة تونسية بنسور فما سلطة مشي سلطة تونسية كما قولوا لي ناس فما التفاح وكذا فما شكون يخيل ليه سلطة تونسية بسيطة واخيرا وليس اخرا اليوم بدنا نشكر ماجد على هذه الاستضافه الجميله الشيف ماجد هو واحد من افضل الشيفات الموجوده في كندا وهو متواضع وما بده يحكي ولكن هو من افضل الشيفات الموجوده في كندا لذلك اختاروه انه يجيبوه من تونس الى كندا شكرا ماجد ما في مشكله يا اخي على الرحب والسعه مرحبا بك خويا سرت في كل وقت احنا اخوه مع بعضنا هنا وان شاء الله في الحلقات الجايه نكونوا مع بعضنا في سان جونز وبالافضل الحلقات باش تكون في تونس باذن الله وهذا وعد للجمهور باش تكون عندنا حلقات كبيره في تونس حبيت في اخر الفيديو خويا سند نوصل الشعب التونسي يكون نقول لهم رمضان كريم وعلى الاخص هو ابي وامي اكثر الاشخاص انه بس اقول لهم يعني رمضانكم كريم واختي واخي بالطبع يعني ونحب نوصل للشعب التونسي يكون ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم بخير وشكرا للجميع